طيب شيخ، إذا كنا نتكلم عن تدبر القلب كما سميتموه، هل هناك أسرار قلبية معينة ينبغي حضورها في القلب ليكون أهلا لمثل هذا التدبر والتأثر؟ نعم، هذا القرآن نور كما قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور لا بد أن يختار له مكان يناسبه، فلذلك يختار الزجاج لوضع النجفة، ولا يمكن أن يختار الشيء المظلم الموحش لما هو نور مضيء مشع. فلهذا لا بد من صقل القلب لتلقي القرآن. فالله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان من أهل هذا المستوى هو الذي يتعرض لنفحات الله ورحماته، فيفتح الله له كثيرا من الأمور التي كانت محجوبة عن غيره وعنه هو في أوقات سابقة، وبذلك يكون متطفلا على مائدة الله. فهذا القرآن مائدة الله في الأرض، لا يشبع منه العلماء كما قال ابن عباس. فتدبره يقتضي أن يفتح الإنسان فتوحات عجيبة جدا، لأنك أنت الآن إذا نورت في أنواع التدبر تجد أن منه ما يتعلق بالعين. فأنا كنت أنظر في المصحف، أحاول أن أحصي قواعد اللغة فيما يتعلق بالحركات والسكنات، فوجدت أن النحويين يقولون: أسهل الحركات الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة. يرونها أخف. نعم، هي أسهل الحركات وأخفها، لكن وجدت أن في القرآن الضمة قبل الفتحة، قبل الكسرة. فالفتحة قبلها من حيث من حيث التوالي، مما يدل على أنها قد تكون أخف منها. فوجدت في القرآن في موضعين 7 فتحات متوالية. في سورة يوسف: إن ابنك سرق وما شهدنا، فتح النون والكاف، إنك سرق وما، والميم. نعم، فجاءت 7 حركات. وكذلك في موضع آخر من سورة أظن الشعراء والفرقان، ووجدت أن ضمات الضمات قد باختلاف القراءات، نحشرهم يتوالى منها 4، أما 3 العمر فقد جاءت في القرآن في مواضع، والكسرات لم يتوالى منها أكثر من 3، لكن الضمات توالى منها 4 في قراءة ضم من الجمع. سناتي إن شاء الله إلى أنواع من التدبر من هذا القبيل في هذا. كذلك فيما يتعلق حتى بالإحصائيات والعدد هو داخل في التدبر إن شاء الله. فحتى في ترتيب السور، أبو طيب يقول: غلط الذي حسب العشور بسورة ترتيلك الآيات من آياتها. فنحن وجدنا أيضا أن قالوا الغلط هو في الحساب خاصة. نعم، الغلط هو الغلط في الحساب خاصة، لكن هو يقول في مدح ابن عمران، يقول: غلط الذي حسب العشور، أي عشور القرآن وأجزاءه، بسورة ترتيلك الآيات من آياتها. تقول كانت تترتلها من آياتها، لكن المقصود هنا أن ترتيب العشور وهو محدث، مثلا الأحزاب والأجزاء عدها متأخر، لكن أصله الذي يقاس عليه توقيفي، وهو عدد الآيات، وعدد عدد الآيات في كل سورة وترتيب السور، فهذا توقيفي. نعم، فلذلك أخذ التابعون من ترتيب الصحابة المصحف ما يتعلق بالتزمين والتحزيب والتجزئة. طيب، وعلى هذا نجد أن بعض الأحزاب فيها أمور عجيبة جدا في حتى في اختيارها. نعم، طيب، نحن سنأتي إلى نماذج إن شاء الله من التدبر في الأعداد وفي التحزيب وفي غيرها، لكن